والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا لازم الانسان كي تجيب الانسان مشروع للدوله ما تقولوش انا نحبس تحبس فيا الكهرباء ويحبس فيا الغاز. لازم نلقاو كي الناس مالي عندهم اللي باه نعاودولهم عاودولهم وانا موجود بنعاونكم ان شاء الله. ولكن الناس بصح يعترضوا من اجل الاعتراض مش مليحه. هذا الاعتراض واش دار لولايه بلدنا؟ المشروع مثلا اللي في ميغا بروجي الكتريك تاع اللي في خنشله، هو خنشله ما استفادش منه، خنشله استفاد منه باتنا من 2009 وهو كان حابس. علاه؟ اعتراضات خفيفه جدا. الاناره العموميه من باتنا حتى تخلص حتى الحوايج.